الأمراض العصبية والعقلية ظاهرة شاهدة ارتفاعا رهيبا لدى الجزائريين، ومن مختلف الفئات، فمن 20 إلى 30 ألف جزائري مصاب بها في سنة 2012، قفز الرقم لأكثر من 500 ألف، أي نصف مليون مصاب بهذه النوعية من الأمراض السنة الماضية. سيرفيس دو بسيكياتري تاع مصطفى عندنا كل أمراض، توت لي مالادي كونفوندو، نجم نقول لك في كل يوم عندي على الاقل اثنين ثلاثه جدد. سي سكون ابيل لانسيدونس دو لا مالادي مونتال. لانسيدونس دو لا مالادي مونتال راهي في ارتفاع، لانه عندي سي جو كومبار مثلا، نعطيك ان شيف، لا قارنت لسنه 2000، الاحصائيات اللي عندي بارابور ل 2017، في 2000 كانوا مثلا في الشهر كاين 7-8 حالات جديده، دوك راهي مثلا تتعدى 30-40 حاله جديده في الشهر. انتشار في لو سوجي اجي، شوز كون نو فوايي با في لي زاني 2000. وكاين تانيك الظاهره الثالثه، راهم يجيونا الان يعالجوا الاطفال تحت 16 سنه. فمعظم من يفترشون الطرقات من المتسولين والمشردين يشملون نسبة أكثر من 30% من المصابين بمختلف الأمراض العصبية والعقلية، وسط غياب الرقابة الأمنية أو المتابعة الصحية لحالتهم. فظاهرة الإصابة باضطرابات نفسية حادة وعدم اتزان في الشخصية، بالإضافة لحالات الجنون والأمراض العقلية المستعصية العلاج، تتطلب مرافقة دائمة ومستمرة. عندنا توت لي بسيكوثيرابي، عندنا مثلا لي ثيرابي كونيتيف وكومبورتمونتال، هما سي دي ثيرابي اللي يغيروا كيفاش الانسان يكون عنده ذهان بلا أدوية، ولا نستعملوا الأدوية باش تغير له الذهان تاعو. كاين لي ثيرابي فاميليال اللي عندها واحد منذ 10 سنوات، راهي دونك العلاج اللي يجي من كامل العائلة، دونك هي منتشرة في الجزائر كما راهي تدير في أوروبا. عندنا لي ثيرابي تاع ليبنوز راهي مستعملة في الجزائر، يعني اون فونكسيون دي 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 زانديكاسيون في لي مالادي مونتال. وبيان سور عندنا قلنا لاير تي ام اس اللي يعني هو بالمغناطيس يديروا على مستوى المخ، واللي يرمي سي دي 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 زوند مانيتيك اللي عندها تانيك دي زانديكاسيون بارتيكولير في سيرتان مالادي. وعندنا ليكترو كونفلسيفو ثيرابي. دونك سي اون بو دير سو لو بلون ثيرابوتيك رانا جاهزين، اوني بيان ارمي بور فير فاس او مالادي مونتال. الهروب من واقعهم الحياتي والعيش في عوالم افتراضية غير موجودة على أرض الواقع هو ما يدفع المصابين بهذه الأمراض إلى التخلي تدريجيا عن التفاعل الإيجابي مع محيطهم، سواء في العمل أو على الصعيد الأسري، لتتطور إلى إحداث صدمات نفسية عنيفة تكون نهايتها مستشفيات الأمراض العقلية التي أصبحت تعج بالآلاف من المرضى العقليين سنويا، ومن مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية وحتى التعليمية.